استاذ احمد، بس سؤال، الشخص الثاني المقال بخصوص الكليه العسكريه، هل هو جايب انه هو خريج كليه عسكريه؟ الرجل بحسب الوثائق التي قدمها هو حاليا خريج ماجستير من جامعه بابل. زين، كليه عسكريه شنو دخلها؟ هو كان ضابط. نعم. وبحسب ما اشيع وبحسب الوثائق اللي موجوده انه ما كان يمتلك شهاده متوسطه، عفوا اعداديه. شلون شلون صار؟ علي لجنه تحقيقيه وظهر هو جايب لهم بعدها شهاده او هيك، وشكل علي محكمه عسكريه شكلت، تمت ايقاف المحكمه وتم غلق الموضوع. لكن هسه شو يقول لك؟ رجعوا مجلس محافظه بابل، ارسلوا كتاب الى المحاكم العسكريه وارسلوا كتاب الى كليه وزاره الداخليه، الكتاب يقول علي دعوه. هو يقول انا ما يعني لحد الان الدعوه غلقت، وقام دعاوي بالمحكمه ضد اللجنه التي شكلت واثارت الموضوع، لان اللجنه لم تثار. الموضوع بما فيه ليس فقط على هؤلاء الاشخاص، الصراعات في محافظه بابل اليوم ادت الى المحافظه الى الهاويه، ادت بالمحافظه الى الهاويه. لذلك نشهد في محافظه بابل وهي صراعات تراكميه، لا نرمي اصابع الاتهام على اي جهه كانت، لكن منذ 2003 لغايه الان بابل تختلف عن كل المحافظات بسبب الصراعات السياسيه، لدرجه انه ثلاث سنوات على مستوى، او سنتين عفوا، سنتين تبدل قرابه خمس محافظين. بالضبط. هذا يثبت حجم الصراع بين الاحزاب داخل المحافظه، هذا له مردود سلبي، لذلك اليوم نشوف الخدمات بالمحافظه سيئه جدا، وحصلت بابل على المرتبه الاولى بالفساد وايضا بسوء الخدمات، لذلك ماكو او كثير من المحافظات، احنا اليوم ب 2024 لغايه هذه اللحظه اكو مناطق في بابل تشرب مي بالابار، يعني حتى يثرب مدينه يثرب بزمن كلهم كان عندهم اليات وتقنيات احدث من اللي يستخدموها الان، لان المي اللي قاعد يخرج هو مي مالح ويغتسلون من عند الاواني وملابسهم. ابار مدن في محافظه بابل لحد الان تستخدم الابار لتيسير حياتهم اليوميه.